احنا قلنا ان هنشتغل عليه الاسبوع اللي فات وحبه من الاسبوع ده، هو الكومباوند بارابوليك كوليكتور. ده عباره عن ايه؟ عباره زي ما قلنا المره اللي فاتت عن اتنين بارابولا مع بعض. يعني لو جيت ارسم ادي بارابولا منهم، المحور بتاعه فين؟ اهو المحور بتاعه، مش ده مني الماوس، المحور بتاعه. تمام، انا مش محتاج منه ده كله، انا محتاج الحتة دي بس لغاية هنا. الفوكس بتاعته فين؟ الفوكس بتاعته اهي. لو غيرت اللون الاخضر، انتر اوبشن، وخليته بالأخضر، كنت أرسم البارابولا التاني، تلاقي البارابولا التاني يبقى شكله كده. يكمل بحيث إنه يلف. المحور بتاعه فين؟ المحور بتاعه جاي من هنا، مش كده؟ تمام، طبعا مش مرسوم حلو قوي. كده ده المحور بتاعه. انا برضو محتاج منه ايه؟ محتاج منه الحتة دي، محتاج منه الحتة دي، ماشي، من هنا لغاية هنا. الفوكس بتاعته فين؟ الفوكس بتاعته ايه؟ ده كده عمل لي حاجة اسمها compound parabolic collector. لما تنزل عليه أشعة من النص، طبعا هتيجي على الكوليكتور أو الريسيفر، الجزء اللي هيجي يمين أو شمال، أو لو على عدلتك شمال أو يمين، ده هينعكس ويروح. في الحالة دي هيروح على النقطة ديت، في الحالة دي هيروح على النقطة دي. طب لو جه مايل شوية، يعني لو جه مال بزاوية كده على المحور بتاع السي بي سي، مفيش مشاكل. الزاوية دي لو هي أقل من الأكسبتنس أنجل، وهي عرفنا الأكسبتنس أنجل اللي هي لو أنا وصلت من الفوكس دي لطرف البارابولا مع الخط بتاع السنتر هيديني هاف اكسبتنس انجل، والناحية التانية زيها هاف اكسبتنس انجل. هتلاقي ان احنا عندنا رسمة بتقول لي انه انا ممكن اقبل 100%، طبعا ده لو الريفليكتور كويس، او يعني بيرفكت ريفليكتور بيعمل ماشي على الزاوية صح، المراية ما فيهاش أي تعوجات ولا أي حاجة، هيقبل 100% لغاية مسافة اسمها تيتا سي، يمين وشمال على فكرة، يعني ده الكيرف ده مكمل كده، هنا دي اسمها ماينس سيتا سي، واضحة؟ لو طلعت بره السيتا سي هبص الاقي ان انا هقبل صفر بالظبط. عشان كده دي من اهم النقط اللي انت تاخد بالك منها واحنا بنحل مسائل. طيب
احنا كنا هراجع تاني هي كانت ايه الميزه في الايميجنج في النون ايميجنج، رغم انه السي بتاعته قليله، انما انا كنت متحمله لان انا مش محتاج تراكنج نو نيد، او خلينا بلاش نو لس نيد فور تراكنج. نشوف الرنة دي حد بيخش ولا ايه. احنا كده هنخرج. Score the changes. دي واحدة نخلي ما حدش يقف في اللوبي، كله يدخل على طول. باي باس زيرو. طيب من دول كده everyone can bypass the lobby، عشان نقعد ايه نقف وندخل الناس. نرجع للي كنا بنقوله على السي بي سي. اتفقنا ان السي بي سي دوت بيقبل فرنج زوايا معين. كنا وقفنا عند ان السي بي سي ده الجزء ده اقل، الجزء دوت اقل اهميه من الجزء ده، والاشعه نازله ليه؟ لانه تقريبا بيطلع بزاويه قليله قوي مع الاشعه، فالجزء اللي بينزل عليه قليل جدا. فجت الفكرة إن إحنا نعمل حاجة اسمها ترانكيشن، أقطعه وأشيل جزء من طوله. أعتذر، أشيل جزء من طوله، وقلنا عايزين نشوف التأثير بتاع الموضوع ده على الكونسنتريشن ريشيو وعلى وعلى الماتيريال، يعني ايه ريفليكتور، وعلى حاجه كمان اللي هي طبعا هنشيل الهايت، فهنشوف تاثير الهايت على concentration ريشيو والاريا بتاعت الريفليكشن. طبعا كل ما اقلل في الهايت كل ما اقلل الاريا بتاعت الريفليكشن، بس هضحي بالكونسنتريشن ريشيو. هنشوف التضحيه دي يا ترى كبيره ولا صغيره. تمام، هنا عرفنا زاويه اسمها فاي تي، دي الزاويه ما بين البارابولا اكسس بتاع الناحيه دي والطرف اللي انا سبته علشان لغايه ما قطعت. خد بالك الطرف ده كان فين زمان؟ كان هنا، فكانت الزاوية دي
اسمها 2 تيتا سي. دلوقتي انا بدور على زاويه اسمها فاي تي يتساوي 2 تيتا سي، ده لو انا مش قاطع خالص، يا اما اكبر منها. واضحه؟ هراجع معاك برضو، ايه هي 2 ايه داش دي؟ دي اللي احنا بنسميها الريسيفر اريا. دكتور معلش، هو احنا ليه قلنا عايزين نقطع من البرابولا؟ يعني هنستفاد ايه؟ هستفاد ان انا هوفر ماتيريال، وفي نفس الوقت مش هضحي بكتير من السي، وده اللي احنا هنشوفه بمسألة دلوقتي حالا. ده ريسيفر اريا، ده اسمه الابتشر اريا. بس ده في حالة الايه؟ حالة الفل. فيبقى ايه على ايه داش هي ايه؟ السي فل. طيب انا لما قطعت طلعت لي اريا تانية جديدة اسمها 2 ايه؟ ايه ترانكيتد. يبقى السي في الحقيقة هي هتكون سي هي ايه ترانكيت على ايه داش. مين اكبر، السي فول ولا السي العاديه؟ طبعا دي اكبر من او تساوي السي. تعال نشوف القوانين. قلنا القوانين دي هتبقى حاله خاصه من القوانين دي لما احط فاي تي بكام؟ ب2 سيتا سي. طب تعالى نتفرج، لو قلت له اي تي على اي داش هي 1 زائد ساين سيتا سي ساين فاي تي ناقص سيتا سي ساين سكوير فاي تي على 2 ناقص 1. ايه الاخبار؟ لو جيت هنا وحطيت دي 2 سيتا سي ايه اللي هيحصل؟ يبقى دي ساين سيتا سي ودي ساين سكوير بتاع سيتا سي، وهتروح ساين مع الساين هتبقى 1 على ساين سيتا ناقص 1. 1 على ساين سيتا، فهتدخلها هنا اهو، هيطلع لك حاجة زي كده، ايه الكونسنتريشن ريشيو هتطلع لك في المنظر 1 على ساين سيتا سي. تمام؟ نفس الكلام هنا، اتش تي على اتش، لو انا حطيت فاي تي 2 سيتا سي المفروض دي تطلع كام؟ اتش تي هي هتبقى هي اتش، فهتطلع لك اتش بكام؟ ب اتش تي على اتش هتطلع بواحد، فلو حطيت هنا دي هتطلع لك دي بواحد. واضح؟ طبعا وانت بتحل ممكن ماشي. الحته الاخيره دي بتاعت الاتش تي والاتش، احنا اتفقنا ان القانون ده هما حاله خاصه من فوق. تمام. فانا لو قلت اي تي على ايه، امتى اي تي على ايه تساوي ايه على ايه داش؟ ايه على ايه داش من الاكبر دي اللي هي تساوي تي فول. تمام. هنا نجيبها من فوق من التعريف، تي فول دي تساوي ايه من هنا؟ ما هو ده بتكلم على الفول. يبقى ده هنا بتكلم عموما، لان لو يساوي هتبقى هي الفول. With the equal sign for full CPC. فأنا لو جيت هنا هو قلت دي يساوي وساين minus one، سوري دي دي ساين minus one، يبقى ساين سيتا سي 1 على ساين سيتا سي، يبقى دي هتساوي 1 على ساين سيتا سي. طب تعالي نشوف هنا، لو حطيت دي 2 سيتا سي هتبقى دي ساين ودي ساين سكوير، هتفضل ساين تحت، لما ادخل بالساين هنا هتبقى دي 1 على ساين دي 1، وانا عندي ماينس 1 بره هتبقى الماينس 1 مع الواحد هتروح هتبقى 1 على ساين سيتا سي اهي. تمام. تعال نجرب، لو حطينا فاي تي 2 سيتا سي اكتبها لك جنبها، المفروض انا متوقع انها تطلع 1 كوساين سيتا سي 2 سيتا سي ناقص سيتا سي، يبقى كوساين سيتا سي بتروح مع هنا كوساين سيتا سي.
وهنا نفس الكلام ساين سكوير سيتا سي وساين 2 سيتا سي على الاثنين، يبقى دي ساين هيروحوا مع تربيع بعض. ودي ساين تربيع يروحوا مع بعض، فتبقى واحد ملهاش لازمه نكتبها بالتفصيل. تمام. وانا بحسب برضو هيهمني ان انا اجيب الفوكس طولها قد ايه بالنسبه للاي داش، وعايز اجيب الاتش طولها قد ايه بالنسبه للفوكس او بالنسبه للاي داش، لان انا لو عرفت اقدر اقول ان اتش هي اي داش اف على اي داش اللي هي من هنا في اتش على اف اللي هي من هنا. تعالوا نعمل الحسبه، اكتب لكم مساله هنا. الكلام ده هيساعدك جدا جرافيكال، وانا مش عارف لسه هنجيب في الامتحان جرافيكال ولا بالمعادلات. تعال نشوف المساله ونرجع نعملها بالجرافيكال. سي بي سي از تو بي ديزايند ويز ا كونسنتريشن ريشيو اوف 2، بريبير بلوتس فور سيتا سي ايه سيتا سي فاي اي ار تي اللي هي الاريا بتاعت الريفلكتور، يعني دي السافكس اي ار تي واتش ترانكيتد. تمام، انا مش هبص على الجراف دلوقتي، هحل وبعدين نرجع نبص على الجراف. طيب هو طالب مني الحاله الفول ذا كونسنتريشن ريشيو 2، يبقى ده سي بي سي فول. سي فول بكام؟ 2، يعني ساين تيتا سي بكام؟ بنص، 1 على سي فول، يبقى انا اقدر اجيب سيتا سي. ايوه سيتا سي ب 30. نقدر نجيب كل حاجه، ممكن نرجع للقوانين ونجيبها. تتوقع قيمه الفاي تي هتبقى كام؟ لو هو فول تبقى عند ال 60 اهي بالظبط، اللي هي 2 سيتا سي بتساوي 2 سيتا سي، وبعد كده تبقى اكبر 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 اكبر. تمام، تعالى نرجع نجيب الفول ونحسب له الاتش والكلام ده اهو. انا قلنا ايه؟ تي 2، عملنا من الحسبه الاولى دي جبنا ان سيتا سي 30، اسف سيتا سي ب 60 ولا ب 30؟ ب 30. بعد كده عايز اجيب اف على اي داش، انا مش عارف اي داش، هفترضها بواحد، يبقى اف على اي داش بكام؟ اف على اي داش يساوي كام؟ 1 زائد ساين سيتا سي، 1 ساين سيتا سي بنص يطلع 3 على 2 او 1.5. يبقى الفوكال لينس هو 1.5 تايمز الاي داش. طب تعالى نحسب اتش على اف تبقى بكام؟ اقول لك اتش على اف هي كوساين سيتا سي كوساين 30 على ساين سكوير 30 يساوي كوساين 30 بجذر 3 على 2، ودي هتبقى نص تربيع يبقى ربع جذر 3 على 2، وهنا دي هتبقى ربع يعني يطلع فوق 4، هنا جذر 3 على 2 فدي هتروح مع دي، افضل 2 جذر 3، مفيش حاجة اسمها جذر 3 واحنا بنحل، هنجيب أرقام. جذر 3 يطلع كام؟ 1.74، فلما اضربه في 2 يطلع 3.48 حاجة كده، حد يراجع لي على الأرقام كده. ماشي، انتوا تعرفوا تاخدوا سكرين شوت من الشاشه؟ لا صح، عشان انا هنقل هنا وعايز اكتب حل المساله على نضيف، عايز انقل هنا هكتب 4 فول سي بي سي سيتا سي
تساوي واحد على الساين، آسف، هتساوي سيتا سي، هتساوي واحد ساين ماينس وان. سيف نكتب دي ساين، ردت تاني نجيب بوينتر نحوله الهايلايتر، مش هايلايتر يعني، في الإريزر أهي. نرجع تاني للبن، كنا بنقول ايه؟ عايزين علاقة، هو اداني نسيب اتنين، فانا عايز اجيب منها ساين سيتا بنص، يبقى سيتا ب30. هتفق انها مكتوبة فوق كده اهو، هعملها لك هنا، ده اول سطر في الحل. طيب عايز اجيب اف، على اي داش هيساوي، حد يمليني القانون، خد واحد زائد ساين تسي. هل ده ليه علاقه انه ترانكيتد ولا مش ترانكيتد؟ لا، ده ليه علاقه بالجيومتري، سيتا سي مش هتتغير لما اقطع، الفوكال لينس مش هيتغير لما اقطع، فبسيطه جدا، هجيب اف على ايه، هتطلع واحد ونص. بعد كده عايز اجيب اتش على مين؟ اتش على ايه؟ على اف، فهقول انها مين اللي كان بيسأل لسه من شويه؟ حد هيمليني القوانين ولا نروح نجيبها من السلايد اللي قبلها؟ حضرتك عايز قانون ايه؟ طيب يا دكتور، اتش اللي على هو اف كان اتش على اف، اللي هو كان كوساين، كوساين سيتا سي على ساين سكوير سيتا سي. بس كده، اه ده بسيطة أوي، ده يطلع جذر 3 على 2، وده يطلع ساين سكوير هتبقى ربع، يبقى من هنا تطلع 2 جذر 3، لو أنا مش غلطان في أي حسابات أو حاجة عدت عليا. جذر 3 حد يجيبها لنا، هي كام؟ 1.7؟ 3.48. ده اللي احنا كتبناها، هي فعلا كده صح؟ انا كده بس من الذاكره، جذر 3 1.7 صح؟ 1.74 3.46 يا دكتور، مظبوط 3.46 ماشي. طب لو انا عايز اجيب اتش اعرف اجيبها؟ بسيطه، اتش هو كام؟ تبقى ايه داش؟ ايه داش انا مش عارفها، فانا هجيب اتش على ايه داش، لان انا لسه لو قلت لك ايه داش باتنين هتقدر تجيبها، لو ما قلت لكش حط ايه داش بواحد واحسب الاتش. لو حطيت ايه داش بواحد يبقى الريسيفر اريا بكام؟ باتنين، لان الريسيفر اريا هي اتنين ايه داش. تعال نجيب اتش على ايه داش، هي كام؟ هي واحد ونص، اللي هو اف على ايه داش مضروبه في اف على اتش على اف، في 3.46. حد بقى كده يجيب لنا الرقم ده هيطلع كام؟ واحد ونص ثلاثة، مضروب في ثلاثة واحد بوينت ونص في 3.46 يطلع ب5.19. 5.19. يعني لو البارابولا بتاعي عامل كده، بارابولويد كده، ودي مساحتها 2، الارتفاع ده هيبقى 5.19. دكتور معلش، ده ممكن أسأل سؤال؟ هو ال H على ال A داش ده القانون ده جبناه منين؟ جبناه من فوق اهو، ضربنا دي تمام. راحت ال F، راحت مع ال F بقت H على A داش، فخدنا الواحد ونص اللي جايبينها من هنا،
الاتنين جذر تلاتة اللي جايبينها من هنا وطلعنا. تمام تمام حتى احنا طبعا دي مش هتتسيف، ف 3.46 اهي. تمام يا دكتور. طيب عايزين بقى ننقل حاله من الحالات. هنا بيقول لك ارسم لي ان اي لا سوري prepare plot للكذا الاربع حاجات دول as a function of the ratio of the truncated height to the full CPC height. انت عندك الحل اهو، ماشي. احنا عايزين مثلا ناخد الحل في حاله ان انا هشيل نص البارابولا. يعني كده احنا كاننا غشين المساله اهو. ده في حاله لو انا قطعت يا دكتور، صح؟ ده في حاله ان انا رحت جاي على الخمسة وتسعتاشر دي وقطعت. وقطع فين؟ في اي حته اللي انا هحلها دلوقتي ان انا قطعتها نصين، يعني بقت 2.59 كده. اول حاجه هتحلها انت عايز تجيب فاي تي، فاي ترانكيشن. طبعا هنرجع للايكويشن دي، حد يحفظها كده اهي. انا قلت لك اتش تي على اتش بكام؟ بنص. تقوم تجيب منها مين؟ فاي تي. للاسف فاي تي في كوساين وفي ساين، فهفضل اعمل ترايل اند ايرور. هعمل ترايل انا بعملها مكان. انا بعملها زي ترايل اند ايرور يا دكتور. ايه؟ هعملها زي ترايل اند ايرور، هفرض قيم وادي عندي اتش على اتش تي، اتش تي على اتش دي لازم تطلع بكام؟ القيمه اللي انا هفرضها هنا تقوم تطلع دي بكام؟ بنص. تعالى اوريك احنا هنغشها ونحل. ف دكتور، ها؟ وانا بعوض بنص او بثلث او ربع على حسب ما انا قطعت قد ايه، صح؟ حسب ما انا يعني طالب منك في المساله. يعني لو انا قطعت ربع احط واحد على الاربعه. تمام تمام ماشي يا دكتور. طيب تعالى نشوف لو انا قطعت النص هنغش غشاية صغيرة فاي تي اهي. فانا عارف ان الحل، انا طبعا مش هفرض يا 60 يا فوق، فطبعا لما هتفرض ممكن مثلا نفرض مرة 65 مرة 70 مرة 75 ونشوف مين اللي هتطلع لي النص. طب دكتور طبعا احنا ليه هنا عند ال 60؟ لقينا ال 70 جاهزة، فانا هفترض كأني كده مش عارف واقول اسيوم فاي تي، اسف فاي تي. طب دكتور احنا ايش معنى يعني اخترنا من عند ال 60 يعني؟ احنا اتفقنا، انا لسه هي دي اللي كنت هكتبها حالا، بس نمسح السطور اللي بتطلع بالغلط دي. نفترض ان فاي تي تساوي 70 وبين قوسين كده عشان افكرك اكبر من او تساوي 2 سيتا سي اللي هي تساوي كام؟ 2 في 30. تمام تمام. ولو انت بصيت يعني تعالى بص كده اتش تي على اتش معناها ايه؟ مش قاطع خالص. فاي تي طلعت بكام؟ ب 60 وانا كاتب لك جنبها تساوي 2 سيتا سي، واضحه؟ فاحنا فرضنا ان 70 احنا انوسنت خالص، وفرضنا 70 قلب الايه بالصدفه، وعايزين نجيب اتش تي على اتش. تعالى نحسب دكتور. انا بس مش فاهمه الجراف، يعني مش فاهمه الخطوط بتاعت الجراف. هنتكلم عليهم واحد واحد احنا، بس ده بعد ما هو حل وطلع النتائج، ماشي. احنا بقى مسالتنا عباره عن ايه؟ مش prepare the plots، find الكلام ده لما أشيل نص البارابولا. أنا بقول لك عايز سوري اتش تي على اتش تساوي نص، فأنا هنا لو حطيت اتش تي على اتش بنص هتطلع لي معادلة مش هعرف أحلها ساين في كوساين. فأنا هعمل إيه؟ هفرض فاي تي برقم بس يكون أكبر من 2 في 30
واشوف اتش تي على اتش بكام. اهي اتش تي على اتش هتساوي، حد فاكر القانون؟ كان في كوساين هنا، فيها فاي تي، كان في ساين سكوير. هتبقى دكتور كوساين فاي تي ماينس سيتا سي ماينس سيتا سي. سيتا سي بكام؟ ب30. 30 على كوساين سيتا سي، كانت كوساين سيتا سي يبقى كوساين 30. وهنا تايمز مفروض ساين سكوير سيتا سي 30 على ساين سكوير فاي تي على 2، يعني 70 على 2. مش مجموع منها حاجة ولا مطروح حاجة؟ لا لا. طيب تعالي نعوض في الحتة الصغيرة دي. دي كوساين 40 على كوساين 30. طب دكتور معلش، هو مش مفروض في الساين فوق دي سيتا سي وتحت فاي تي؟ ازاي بنعوض بنفس الرقم يعني؟ هو احنا عندنا الفاي تي اصلا؟ فاي تي اهي، دي فاي تي. اه لا، انا قصدي فين في المسألة؟ فرضناها، فرضناها. اه اه تمام، سوري مش فاهم. اسيوم فاي تي وهجيب اتش تي آه على آه كام؟ سوري سوري هي المسألة حل، طبعا المسألة دي حل عند كل الاتش تي اهو، اتش تي على اتش حل كله. احنا هنحل في كام؟ عند اتش تي على اتش بنص. تمام. بنجرب او يعني بنمرن ايدينا، مش هنحلها بكمبيوتر يعني. ساين تربيع 30 على الساين تربيع كام؟ 35. حد يحل ويطلعها لنا؟ 0.51 0.49 حاجة كده. ثواني يا دكتور. معاكي. طب ده اللي تحت دي ساين ايه؟ 35 ساين سكوير 35. هي طالعه معايا ب 2.016. هي طالعه معايا ب 0.90. انت عملت السكوير؟ هنا سكوير وهنا سكوير وهنا كوساين وهنا كوساين. انا متأكد مش عارف ضربته دي ولا لا. سوري دكتور، انا كاتبه رقم غلط. ترى معي 0.672 سكوير. ازاي كده؟ وقال انها هتطلع نص. احنا ممكن الرقم اللي احنا افترضناه ونغيره يطلع معانا مظبوط بعدين. بس هو حلل المسألة مطلعها كده. احنا قلنا سي فول كونسنتريشن ريشيو ب2 فساين نص ب30. نكون غلطنا في الاساس بتاع الحاجة ولا ايه؟ ما هي طالعة 2 سيتا سي هنا ب60. اتصل على رقم 010 3631. طبعا هنا 0.672. متأكدين؟ طب عيدوا الحسبة تاني. حاضر. هو هنا عند ال 70 طلعها نص. كوساين 40 على كوساين 30 تطلع كام؟ 0.884. عظيم. ساين 30 على ساين 35 بس في سكوير. ماشي، هتديها لي من غير السكوير ولا بالسكوير؟ بالسكوير. 0.795 بالظبط. 7 5.9. لا تطلع 0.6 وشوي.
هي طبعا قلنا لحضرتك 0.676 يعني توتالي 0.671. يبقى لما افترضنا 570 ما طلعتليش، طلعتلي هنا 0.67 هتطلع هنا. فانا عايز افرض قيمة تاني اي تي اكبر شوية، يعني اكبر من 70، نفرضها 75 غريبة عشان تطلعلي 0.5. نفرضها 76 عشان هتبقى اتش تي اسيوم فاي تي بستة وسبعين، هتبقى اتش تي على اتش. دكتور انا عايزة تبقى كبيرة عن النص يا دكتور. احنا عايزينها تبقى نص، احنا عايزينها تبقى نص. انا بدور دلوقتي على فاي تي بكام. ما هي مش اول واحدة جابت معنا نص؟ لا جابت 0.67. هتطلع يا دكتور لو انا عملتها ب 76 هتطلع 0.58. 76 طلعت 0.58. نزود شوية، ممكن نزود شوية، هل هي مثلا 80 ولا حاجة؟ 80 فاي تي تساوي 80 طلع 0.53. ماشي، يبقى اتش تي على اتش هتبقى 0.53. اعتبر ان ده هو الحل. يبقى مين اللي هشتغل عليها؟ هشتغل على فاي تي ب 80. تعالى نشوف الكونسنتريشن ريشيو بقت كام. سي سي تساوي ايه دكتور؟ معلش، هو احنا لما عوضناها ب 76 هتطلع ب 0.52. كنتوا نسينا التربيع ولا ايه؟ طيب معلش، هي ممكن نسيت الديفايدد، هي ممكن نسيت الديفايدد. اوكي، طب فاي تي لما تبقى 80 هتطلع لي كام؟ فايتي لما كانت 80، 80 يعني هنا هيبقى 50 على 30، وهنا هتبقى 30 على 40. تمام. ساين 50 على كوساين 30 في ساين 30 تربيع على ساين 40 تربيع. يطلع 0.44. 0.44. يبقى احنا في الحل هناخد دي. عند فاي ب 76. طيب السي بكام؟ طب ليه 80؟ لا يا دكتور، ما هي كانت طالعه معانا بالظبط. هي بتقول ان انت عندك غلطه في التعويض. دوني انت عملتي الديفايدد اللي هي ساين سكوير 80 على 2. طيب وعملتي كوساين 80 ماينس 30. 80 ماينس 30 لا. طيب تمام، فهي كانت فرق منك يا ترم من ستي يا اما حاجه بدل ما تطرحي. هي طلع لما نسيت اطرح، هي طلعت لي 0.44 فمش هتبقى مظبوطه معانا. انا هكتب هنا دي بس بالتفصيل شويه. فاي تي تساوي 76 عشان هنا كانت مش واضحه. طيب عايز اجيب سي، اجيبها ازاي؟ ده ترانكيتد. هي السي فول يا دكتور؟ لا، الفول باتنين ترانكيتد. يبقى نصها مثلا ولا ايه؟ لا مش نص، مش مثلا، اهي اهي ايه ترانكيتد على ايه داش، هي دي السي اللي هي هتكون تساوي كام؟ الايه داش دي احنا افترضناها بواحد صح؟ ما انا هعوض في القانون ده على طول. واحد زائد ساين سيتا سي ده اللي هو الاف على ايه داش مضروبه في الرقم ده اللي هو ساين فاي تي ناقص سيتا سي على ساين سكوير فاي تي على 2 ناقص 1. ناقص 1 دي بره خالص. ماشي، خدتوا بالكم القانون عشان نعوض فيه. فاي تي ناقص سيتا سي على وتحت فاي تي على 2. أول حتة في القانون إحنا عارفينها بواحد ونص في ساين فاي تي ناقص سيتا سي اللي هو 76 ناقص 30. طلع معايا 0.75.
سين دكتور هي مش مكون 1 بلس ساين سيتا سي هي دي يعني تساوي نص هي 1 ونص جبناها قبل كده اهي تمام ساين بعد كده باي تي ناقص 30 ناقص سيتا سي صح لا على ساين سكوير ساين سكوير كام 76 على 2 في حاجه تاني ولا اقفل القوس ماينس 1 ماينس 1 ماينس واحد دي ماينس من كل حاجة. طيب 76 ناقص 30 ب 46 هتطلع ب 1.84 دي توتالي كله بالماينس بكل 1.84 صح بالظبط 1.84 دي منطقية جدا ليه؟ لأنها كانت ب 2 لما قطعت منها حتة بقت 1.84 بس خد بالك الحتة اللي أنا قطعتها قد إيه؟ نص النص الفوقاني من السي بي سي فراح تضحيت بقد ايه من الكونسنتريشن ريشيو؟ بقوا بوينت حاجه تقريبا بوينت 12 تعال نتفرج على الكونسنتريشن ريشيو هنا فين هو قال لي ادي الاتش تي نزل لهنا بنص مش جايب هنا الكونسنتريشن ريشيو خالص في سيتا سي مش حاجه اسمها سيتا سي سيتا سي رقم ثابت ان اي ممكن تعالى نرجع للحل الجراف جرافيكال احنا اتفقنا لما طلعنا الحل ان سيتا سي بكام ب 30 30 يعني هتبقى كيرف زي ال 36 ده بس عامل كده هيقطع هنا اهو الفول سي بي سي عند 2 ماشي ده اسمه ريفلكتور اريا على ابتشر اريا يعني اي ار تي على اي داش اشوف نسبتهم كام 3 الريفلكتور اريا طالعه مثلا اقل من 3 اقل من 3 بشويه طيب لما اقوم قطعه لنصه تعال نشوف اللي هيحصل تعال نشوف الهايت على الابتشر اريا يعني اتش على 2 اي داش اتش ترانكيتد ده لو هنا انما انا لو قطعت هنا ده اتش فول ادي الكونسنتريشن ريشيو فانا لو جيت وقلت له اتش على 2 اي داش بدل مكان هنا اهو اللي هو في حدود كام 2.8 اي 1.8 مثلا صح احنا حاسبينها اهي اتش على اي داش ب 5.19 لما اقسم على 2 هتبقى 2.5 تقريبا حالة ان الفاي ان السيتا سي ب 30 هي هتبقى اعلى من 2.5 هتقسمي ال 5.19 على 2 هتديكي 2.5 تمام انت بتسمع محاضرة تاني ولا ايه في نفس الوقت لا مش انا لا يا دكتور دكتور ايوه طب انا حضرتك صوتك راح مره واحده فقلت فقلت النت علق عندي لا انا كنت بقفل الصوت اللي جاي منه تمام تمام
تعال نكمل. اللي انت هتشوفه هنا ان احنا لما نقصنا لما شلنا نص الهايت ضيعنا قد ايه من الكونسنتريشن ريشيو، يا دوبك 12 من 100 بس. فادي ادي التسلسل بتاع المساله، انت هتشتغل دي تجيب الاف على اي داش، الاتش على اف، منها الاتش على اي داش. بعد كده هكون طالب منك ان انت تقطع نسبه معينه من الطول، هتقول لي عند النسبه دي هتقعد تعمل ترايل اند ايرور. احنا كنا قصدين ان احنا نجيب القيمه على طول فما نعملش غير ترايل واحده، بالصدفه طلع الرسمه دي غلط لسبب ما، فراح طلعت لنا اضطرينا ان احنا نعمل ترايل الثانيه. كنا مش محتاجين الثالثه بس عملنا واحده ثالثه فطلعنا 0.52. في الات لو حطيت فيها المعادله دي تحلها لك على طول برده يبقى كويس قوي. لو انت طلعت الحل ده على طول ممكن تقوم عامل بيه ترايل بايدك كده عشان بس تتاكد. لو عرفت الفاي تي خلاص بترجع تخش فيها بالقانون بتاع اللي هو بيقول اي تي على اي داش، تطلع الكونسنتريشن ريشو الحقيقيه تقارنها بالفول سي بي سي وتقول قد ايه راح من الكونسنتريشن ريشو. الاي ار تي اللي هي الريفلكتور اريا دي مش هطلبها منك لانها معادله كبيره جدا، وما اظنش ان انا هجيب لك ان انت تحل بالجرافات. ده مثلا ريفلكتور اريا، اهي ريفلكتور اريا الابتشر اريا ريشيو، مش هطلبها منك بالجرافات. بس لو جينا نبص مثلا في حاله زي كده، ادي ده اهو لما اطير منه مثلا نصه ولا حاجه هتطلع. وده يبقى موجود معانا في الميد ترم يا دكتور؟ لا المساله دي لا. تمام، هو الميد ترم لحد المره اللي فاتت اللي هي بتاعه المره اللي فاتت بتاعه التمبريشر بتاع ايفاكتويتد تيوب صح؟ بتاع الاف داش والاف دبل داش واللي قبليها اللي هي بتاعه اليو واللي قبليها بتاعه الزوايا واللي قبلي في النص بينهم الايراديانس اللي هي الزوايا اللي هي بتاعه السولار انرجي صح؟ بتاعه السولار انرجي القديمه اي سولار 1 سولار انجل واللي هي الايراديانس واللي هي بتاعه الايفاكتيفيتي تيوب الستيريال والاتش داش والاتش بار كل الكلام ده. وبعد كده الايفاكيوتد تيوب هنحسب لها اليو، وبعد كده هنحسب الاف داش والاف دبل داش. خلاص النهارده دينا بناخد نوع مسائل جديده اهو، يعني هما هيبقوا ثلاث مسائل يا دكتور في الامتحان. تقطع السي بي سي ازاي تقطع السي بي سي وتشوف قد ايه ضحيت من الكونسنتريشن ريشيو بتاعته، واخيرا هناخد ازاي تحسب الابزوربد راديشن في الكونسنتريتنج كوليكتور. كويس السؤال يا دكتور. هو انت حضرتك ممكن تطلب مني ديزاين السي بي سي؟ لا ده لو في مشروع ولا حاجه، انما ما في الامتحان لازم اديك مساله ليها راس ورجلين وكده عشان نعرف. هتدينا ثلاث مسائل يا دكتور في الامتحان ولا اربعه؟ انهي مسائل انهي امتحان؟ في الميد ترم. مش قادر افتكر قد ايه، هما سؤالين اعتقد، واحد منهم في مسألتين وواحد في مسألة، او واحد في نظري ومسألة وواحد في مسألة على طول حاجة كده. تمام، يعني مش فاكر مين في نظري، انتوا ولا الصغيرين ولا انتوا الاتنين مش فاكر. المهم عايزين نبتدي نشوف لو انا عندي concentrating collector. يعني ايه concentrating collector؟ يعني collector عامل كده كده اهو، ادي الابتشر اريا بتاعته وفي هنا ريسيفر. يا ترى الراديشن اللي نازل هنا اللي هو بيم تلتد و ديفيوز على تلتد و ريفلكتد على تلتد، يا ترى دول قد ايه منهم يبقى ابزوربد هنا؟ دي اس مش رسم، فانا كده عايز اشوف اس هياخد قد ايه من الجي تي.
كان الجي تي البيم وهياخد قد ايه من الديفيوز وهياخد قد ايه من الريفلكتد. انت متوقع ان هو الغذاء بتاعه هيكون اساسا على مين؟ اساسا على مين؟ التلتد يعني الكونسنتريتد كوليكتور اهو الكونسنتريتد كوليكتور ده تمام هياخد اشعه او هيمتص اس دي الابزوربد راديشن تكتب لك كده عليها ابزوربد تمام الراديانس ده الانسيدنت الراديانس مش حاجه واحده لان كل واحد منهم جاي بزوايا وجاي بمواصفات معينه بصراحه كل واحد منهم جاي بزاويه مختلفه. طيب يا ترى ده هياخد نصيب الاسد من مين؟ من ده ولا من ده ولا من ده؟ المفروض من البيم. من البيم صح. كل ما الكونسنتريشن ريشيو كمان تكبر كل ما يبقى بياخد من البيم اكتر صح. تمام تعال نشوفه هياخد قد ايه بقى من كل واحد من دول. استقفل التليفون عشان ما يرنش تاني. تمام. طيب خد بالك ده قد ايه؟ ده جي بي ان اللي نازل على انهي اريا؟ دي ولا دي؟ معلش ممكن السؤال تاني؟ السؤال تاني؟ جي بي ان ده هضربه بكوساين ثيتا ماشي؟ ده اللي نازل على انهي اريا؟ دي اللي هي ابتشر اريا ولا دي اللي هي ريسيفر اريا؟ ريسيفر اريا. هو هيمتص عند الريسيفر اريا هيتحول لاس عند الريسيفر اريا بس هنا هو عباره عن ايه؟ ابتشور. ابتشر ماشي. يبقى انا وانا بحسب في الايكويشن الاساسيه اللي هي فيها كيو دوت يوسفول هتساوي اس في A دي انهي A؟ دي الابتشر. فيبقى انا هاخد ده زي ما هو مش هضربه في كونسنتريشن ريشيو لانه مضروب في الابتشر. طبعا هنا في اف ار زي ما هنا يو ان في تي بليت مين لا تي فلويد ان ما دام هنا في اف ار ناقص تي انفينيتي بس كده. هنا في الايه الصغيرة ممكن دي اخدها بره وهنا اقسم على الكونسنتريشن ريشيو او اكتب هنا ايه ريسيفر. طيب انا دلوقتي بدور على مين؟ انا بحسب اس فاس هتبقى مضروبه في القانون في ايه؟ في ايه ابتشر. يبقى انا هشتغل عادي على الاشعاع اللي نازل على السطح ده ماشي. اللي هينزل على السطح ده من البيم هيتركز فانا هاخده زي ما هو بس هشوفه مايل ادي مايل على السطح ده بقد ايه وهضربه في كوساين ثيتا جي بي ان في كوساين ثيتا يعني كان ده اسمه ايه جي بي تلتت هضربه في تاو بتاع السي بي سي بي تاو بتاعت الكفر تاو بتاعت السي بي سي اسف دي كده كل ده وبعدين
فالفا بتاعت البيم وبعدين مضروبة في الاف. الاربع حاجات دول عايزين نشوفهم واحدة واحدة. اهم حاجة عندي تاو بتاعت السي بي سي للبيم راديشن دي تيجي منين؟ لو انت عندك البارابولا كده ماشي، وادي الاريا بتاعت الابتشر، ركز معايا، ونزل لك أشعة وليكن كده، راحت انعكست هنا، راحت كده، راحت كده، وبعدين رجعت لي الريسيفر بتاعك اهو، جت كده كده، خبطت كم مرة؟ ادي واحد اتنين تلاتة. طب الشعاع ده ما خبطش ولا مرة، صفر. طب الشعاع ده خبط وجي كده، خبط مرة. طب هي الخبطة دي تأذيك في ايه؟ والله لو الرفلكتيفيتي رو بتساوي 100% ولا اي حاجة، لانه لما هيخبط هنا هيمتص منه قد ايه؟ صفر، وهينعكس قد ايه؟ 100%. انما لو كانت رو دي مثلا بنص، يبقى لما هيخبط هنا هيمتص الازاز، هيمتص منه قد ايه؟ نص، واللي هينعكس نص. طب لو خبط مرة تاني بقى ربع وربع. طب لو خبط مرة تالتة بقى تمن وتمن، يبقى اللي يجيني هنا تمن. بصراحة اللي هيجيني هنا هو رو نص ان، بس ده للشعاع ده، انما الشعاع ده رو اس صفر كله هينزل. فيبقى عشان اجيب تاو سي بي سي او الشفافية بتاعت السي بي سي، يعني قد ايه من الاشعة دي بعد ما تخبط في الازاز ده هتجيني، هاخد الرو اللي هي الريفلكتيفيتي بتاعت الازاز واضربها واخدها ان اس كام، قصدي اس ان، ان ده الافريج تايمز اوف ريفليكشن. واضحه؟ يعني هشوف الشعاع اتعكس كام مرة عقبال ما ينزل على الإزاز. بس ده يفرق امتى؟ لما رو ما تساويش واحد. طب لو رو تساوي واحد يبقى ديت بواحد على طول. يعني هنا ممكن نكتب كده if رو تساوي واحد اللي هو perfect reflector تاو سي بي سي للبيم راديشن هتساوي واحد. واضحة؟ طيب، طب لو ما تساويش انا محتاج بقى هديك الرو اللي هي مش بواحد، اقول لك مثلا 0.9. طيب ان بقى دي بكام؟ تعالى نرجع، انا عارف للسي بي سي ان انا اقدر اجيب average number of reflection اهي، طيب انا عندي concentration ratio مثلا، ده السي بي سي اهو، هنا مثلا لو هو فول سي بي سي خلاص بسيطة قوي، هدخل عند الاتنين اللي هو السيتا سي ب30، بس هي مش مرسومة، وهقوم داخل كده جايب ادي 0.5 وادي 0.75، يبقى دي في حدود تلت وتلتين من 0.75، يعني كام؟ 0.69 أو 0.68، بسيط هروح أجيبها. طب لو هو مقطوع ممكن همشي معاه وأشوفه اتقطع لغاية فين، بس عمر ما العدد ده هيقل عن 1 ناقص 1 على سي. طب لو ما عنديش الجراف هاخدها بإن يساوي 1 على 1 على سي. يعني هنا ممكن نقول ان ان اي، تعال كده دي اسمها ان اي، اقول حيث ان اي تقريبا بتساوي 1 ناقص 1 على سي. يعني في الحاله بتاعتنا بتاعت النص ان اي عمرها ما تقل على كام؟ عن كام؟ 1 ناقص 1 على 2 او 1 على 1.8 1.88
تطلع لي 0.6 مثلا، عمرها ما هتقل عن 0.6. فلو انا هشتغل بيها ممكن اشتغل ب 0.6 ماشي، او ازودها سنه. فلو دي مثلا 0.9 اس 0.6، تعال شوف هتطلع كام، تطلع مثلا 0.97 ولا حاجه. فاقوم قايل ان الشعاع ده اللي هينزل هاخد 97% منه نتيجه ان المرايه مش 100 100. تمام. ناخد بقى الاثنين السهلين، تاو سي بي، تاو للكفر بالنسبه للبيم راديشن. انا دلوقتي عندي هنا لو انا حاطط كفر والشعاع نزل عليه بزاويه، والزاويه دي مثلا 5 درجات، هيعدي منه قد ايه؟ تقول لي بسيطه يا دكتور، ده احنا كنا عارفين ان كل ازاز، تعالى انا اعملها في سلايد فاضيه، مفيش سلايد فاضيه، احنا كنا عارفين ان كل ازاز، كل نوع ازاز ليه تاو نورمال مثلا تساوي 0.98. بس الكلام ده لو الاشعه نازله عليه عموديه. طب لو مش نازله عموديه، في حاجه اسمها انسيدنس انجل موديفاير كي، اللي هو يساوي 1 على كوساين ثيتا اللي نازل بيها الاشعه على الازاز، وده بيبقى عامل حاجه زي كده عند الستين مثلا، 1 على كوساين 60 اللي هي بنص، يطلع مثلا حاجه زي كده، ده اللي عند زاويه 60. فهقوم شايف الـ مثلا الثمان درجات دول، كوساين 8 درجات بكذا ب 0.95 مثلا، 1 على الكلام ده هتطلع بالمنظر ده، واقوم داخل جايب دي مش 1 على كوساين ثيتا، دي غالبا 1 ماينس 1 على كوساين ثيتا او حاجه زي كده. فهخش اجيب بالانسنس انجل موديفاير. طب تعالى خلينا نكتبها بالسيتا سي، سوري بالسيتا. فانا لو دخلت عند زاويه 8 الاقي حاجه كده كام، 95%. يبقى التاو بتاعتي هي بكام؟ هي تاو ان مضروبه في تاو على تاو ان، اللي هي 0.98 في 0.95 اهي. سهله. نفس الكلام للالفا بي، ادي الاشعه اللي نازله على السطح ده، يا ترى همتص منها قد ايه؟ عشان هي نازله بزاويه 5 بزاويه 8 درجات، انا همتص منها مثلا الكميه الفلانيه. طب لو نازله بزاويه غيرها، تعال نشوف الديفيوز خد بالك نازل بكل الزوايا، يعني ادي لو قلنا ده السطح بتاع الابتشر، ايه ابتشر الديفيوز نازل عليه بانهي زاويه؟ ده نازل كده 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 كده. طب انا هحل انهي زاويه من دول؟ قال لك بسيطه، الديفيوز ده انا بشوف له زاويه مكافئه ليه. يعني لو جيت عندي الاكسبتنس انجل اهي، اقدر اطلع حاجه افكتيف انسيدنس انجل للمين؟ للديفيوز راديشن. فهقوم جاي هنا اهو، لو ان ده الاكسبتنس انجل بتاعته ثيتا 30، اقدر اطلع كده عند ال 30 واقول بسيطه ده اقدر اعتبره انه اشعاع جايه بزاويه مثلا 46. فعند ال 46 هشوف تاو على تاو ان بتاعت الازاز دي بكام؟ 46 هبص الاقيها مثلا تطلع 80%. فهاجي هنا اهو اقول له التاو بتاعت ده 80%. ماشي، 80% من ال 0.95، 80 على 100 من ال 0.98. ماشي، خد بالك ان جي دي بتاعت السي بي سي، لان ارسمها لك تاني زي المره اللي فاتت اهو، ولا دي بيهمنا، او الفنجان ده بيهمنا، السطح بتاعه ده اللي احنا مسمينه الاي ابتشر. الديفيوز راديشن مش جاي باتجاه معين، فلو نزل كده
هينعكس في كل الاتجاهات، ونفس الكلام في كل حتة. فاللي هينزل على الريسيفر يا دوبك الحتة اللي هي أساسها جاية ونازلة على الريسيفر، ويمكن كمان تقل شوية. فهتبص تلاقي إن الجي دي هي عبارة عن جي دي مقسومة على مين؟ على الكونسنتريشن ريشيو. لأن أنت لازم تحاسب وأنت بتشتغل على الديفيوز، أنت لازم تحاسب على الأريا دي مش الأريا اللي فوق اللي موجودة في القانون، فلازم تقسمها على السي. تخيل لو إن عندك الكونسنتريشن ريشيو 10، يبقى اللي هيجي لك في البيم هتاخده زي ما هو، إنما اللي هيجي لك في الديفيوز هتعمل إيه؟ تقسمه على 10. طيب لو الكونسنتريشن ريشيو دي بقى 100، خلاص بقى مش هتسأل في ده خالص. واضحة؟ أسمع صوت كده من عندكم بس عشان أتأكد إن كل الناس لسه موجودة. يا خبر. طب يا دكتور، واحنا ليه بنحسب اصلا الحاجات دي؟ احنا بنحسبها لان احنا دلوقتي بنتكلم على النون ايميجين كوليكتور اللي هو الكونسنتريشن ريشيو بتاعته 1.5 2 4 بكترها 10، فهنا ليها قيمه صحيح قليله هتتقسم على الاربعه او هتتقسم على الاثنين ونص، انما لسه ليها قيمه. لو جيت بقى للايميجين كوليكتور اللي هو السي بتاعته بالميات اللي هناخده بقى من المره الجايه، مش هجيب سيرة الديفيوز خالص ولا ريفليكتد ولا أي حاجة. واضحة؟ تمام يا دكتور. نفس الطريقة في الريفليكتد. طبعا أنا بقى مش هدخلك في الامتحان في إن أنت تجيب تي سي دي وألفا دي وتي سي جي وألفا جي، كان قبلهم في هنا أهو تي سي بي وألفا بي. فلو هتجيب واحدة بتتغير مع الزوايا هتجيب مثلا دي، وان الباقي بقى هديهولك بقيمه ثابته. اقول لك الفا بي تساوي الفا دي تساوي الفا ريفليكتد ب 99% او ب 100%، يعني انسى دول من حساباتك وشوف لي الباقي يساوي كام. واضحه؟ فاضل لي حتتين بس. اول حاجه، هو ده شغال معايا ولا لا؟ احنا قلنا ان الفنجان ده باصص كده، طب والارض فين؟ الارض اهي. هل يا ترى وهو باصص كده هيقدر يشوف جزء من الارض؟ هيجيله اشعه منه؟ ولو جت انعكست عليه هل يا ترى هتبقى، خد بالك ان صاحبنا ده بيعمل ايه؟ بيقبل وزن اكسبتنس انجل، فيعني لو جت له كده هيقبلها. طب لو جت له كده ولا أي حاجة مش هيقبلها. واضحة؟ طيب أنا لازم أعمل في حسبة كده، هشوف البيتا بتاعت الكوليكتور زائد السيتا سي، لو طلعت أقل من 90 يبقى هو مش هيشوف الأرض، أو لو شاف حاجة من الأرض مش هيقبلها. طب لو طلعت أكبر من 90 نقدر بقى وقتها نشوف هو هياخد نسبة قد إيه منها. غالباً الكوليكتورز اللي زي كده بتبقى باصه ناحيه السماء عشان الشمس ما بتبقاش مقلوبه لغايه انها ايه تشوف الجراوند، وبرده تقبلها. ماشي؟ يعني تعال نقول مثلا حاجه كده بالحسابات. تخيل لو ان عندي الفنجان بتاعي اهو اللي هو البارابوليك تروف، ادي الابتشر اريا وادي العمودي على الابتشر اريا، الزاوية دي هي الزاوية دي، دي زاوية الميلو على الأرض اللي هي بيتا، السطح مع الأرض، يبقى العمودي على السطح مع الرأسي هي بيتا برضو. هو هيقبل أشعة الأرض منين لفين؟ أدي بيتا وزود عليها سيتا سي. هو مثلا سيتا سي بتاع هو مثلا مايل ببيتا 30، والسيتا سي بتاعته 15 كده و15 كده، يبقى اهو ممكن اعملها كده اهو تطلع كده، وادي 15 درجة سيتا سي هنا وسيتا سي هنا. طب يا ترى لما هنزل كده من الرأس 30 وبعدين انزل 15 هل شفت الأرض؟ لا، ده لازم تبقى 90 او اكتر. فطول ما انا البيتا زائد سيتا سي اقل من 90 يبقى هو مش هيشوف الأرض خالص.
يبقى تريح نفسك من الريفلكتد ما تتكلمش عليها. دي حسبة من الحسب او من الحسابات اللي بتعملها بسرعة تاخد درجتها حتى من غير ما تخش في التفاصيل، يعني ما تخشش في الكلام ده غير لما تتأكد ان هي مش بصفر. تعال نشوف الحسبة التانية. على فكرة لو دي طلعت بصفر يبقى دي جي دي على السي على طول. طب لو طلعت بأكتر من الصفر تبقى انت هتضطر تخش تجمع على دي كوساين بيتا وتطرح من دي كوساين بيتا، او كوساين بيتا على الاثنين، لان هي جي دي دي مضروبة في واحد على سي ودي مضروبة في كوساين على الاثنين. ماشي؟ الناس سكتت. السكوت التام ده ليه؟ انا عايز انقل على حتة اهم منها، فعايز اتأكد ان الناس موجودة معايا. حازم، حازم خرج. النقطة اللي فاضلة هي امسح ال موجود يا دكتور. ياه، خدت منك وقت طويل قوي عشان ترد حازم. لا ده انا باي انت ايه؟ باي باي باي. طيب انا همسح الدنيا دي كلها. يعني احنا هنتكلم على مين؟ هنتكلم على حاجة اسمها control function. دي برضو من اهم الحسابات اللي تعملها حتى قبل ما تبتدي الحل، لانها ممكن تغير لك الحل خالص. نشوف color، نكتب بلون تاني، نكتب بالاخضر مثلا. اسمها control function. دي بتساوي واحد لو ان الكوليكتور شايف الشمس بزاوية تخليه يقبلها. ايه الحكاية دي؟ تعالى لو ان ده كوليكتور نفس الفنجان بتاعنا ده اهو، احنا اتفقنا ان صاحبنا ده بيقبل في زاوية كام؟ كده كده صح؟ ده لو هو فول، لو ترانكيتد كان هيبقى دوت، او لو ترانكيتد كان هيبقى لغايه هنا. ماشي؟ الزاويه دي اهي سيتا سي من الناحيه دي وسيتا سي من الناحيه دي. طب الشمس جايه له منين؟ جايه له بالزاويه دي. تان سيتا زد، بعد كده بتقوم ضاربها في كوساين جاما اس. كل اللي هيطلع ده هتاخد التان ماينس 1 بتاعته، دي هتديك زاويه، دي انجل. هتقارن الانجل دي بالانجل دي من الراسي. تعال نشوف، ادي الراسي، الزاويه دي اسمها ايه؟ زي ما اتفقنا بيتا. طيب لو تان سيتا زد كوساين جاما اس كل ده تان ماينس 1، تعال نسميها اي حاجه، نسميها سيتا بي مثلا. فلو سيتا بي دي جايالك من الرأسي بالزاوية دي، تقبلها ولا ما تقبلهاش؟ الكوليكتور يقبلها ولا ما يقبلهاش؟ هتقول لي اهو ده الكوليكتور بيقبل لغاية الزوايا دي، فهو ده جاي الشعاع جاي كده بسيط هيقبله. طب لو جاي كده هيقبله، طب لو جاي له كده ده مش هيقبله. ليه؟ هيخش هنا يخبط كده يخبط كده ويطلع، فهياخد منه قد ايه؟ صفر. يبقى انا هشوف الكوليكتور بتاعي زاوية سقوط الشعاع على بالنسبة للمحور بتاع الكوليكتور،
او اسف بالنسبه للراسي هي زي الزوايا بتاعه الكوليكتور اللي بيقبل منها، اللي هي زاويه ميله على الراسي ناقص سيتا سي وزاويه ميله على الراسي زائد سيتا سي. اهو يعني انا لو عندي كوليكتور كده ادي الراسي، هو هياخد من اول بيتا ناقص سيتا سي لغايه بيتا زائد سيتا سي. انت لازم الزاويه بتاعتك دي اللي احنا سميناها سيتا بي تكون ما بين الاثنين دول، يعني لو جت كده مش هيقبلها، انما لو جت كده هيقبلها. طب لو جت كده مش هيقبلها، يبقى دي اكس دي صح دي اكس. واضحه؟ دي اسمها ايه؟ كنترول فانكشن اف. هي مداريه انما اهم حاجه ممكن تخلي كل اللي انت بتحسبه ده ملوش لازمه. ماشي؟ فلما اجي اقول لك احسب اس قبل ما تفكر تشوف البيم ده الكونتريبيوشن بتاعه كام، لازم تحسب الاف تشوف هيشارك ولا لا. طبعا لو طلع ما بيشاركش يبقى اساسا اللي عامل الكوليكتور ده صرف عليه، انما وجهه غلط بحيث انه ما شافش الاشعه. واضحه كده؟ طولت عليكم انا؟ بتاع 10 وربع. ناخد سؤال ونخلص على كده. انا هقفل البرزنتيشن خلاص وبعد كده ايه سكارت. ونقفل التسجيل وناخد سؤال ونمسكه.